إيه قبل تقريبا 3 سنوات من نفس الوقت اللي تشوفني فيه طلعت لعبة غيرت مفهوم الألعاب كلها. لعبة كسرت الأرقام، طلعت ناس منهم أنا اللي قاعدين يشوفونه. لكن للأسف يا جماعة الخير الوقت الحالي صار صعب إني أقدم لكم محتوى يرضيك ويليق فيك عزيزي المشاهد. فورتنايت عزيزي المشاهد اللعبة اللي كل مقطع أجي أقول لكم تسكس بي بسببها، استخدموا الكود بسببها. أنا وكثار من اليوتيوبر يا أخوان بدون استثناء تغيرت حياتنا بسبب هذه اللعبة. تقولي عشان لعبة؟ إي نعم. لا تستغرب مني أجيك في كل مقطع أقول لك حط كودي ولا سوي كذا ولا سوي كذا، الشيء هذا كان مرة يفيدنا ولا زال والله. اليوم عزيزي وعزيزتي المشاهدة راح نتكلم ونتناقش، هل فورتنايت باقي الناس تلعبها؟ هل هي زي أول أو اختلفت؟ وش الأسباب؟ وليش صار هذا الشيء كله؟ ولكن كلمة لكن تمحو ما قبلها، ما ادري ايش دخل. حاب اقول لكم يا جماعه الخير هذا المقطع برعايه ستيت اوف سرفايفل. انا متاكد عزيزي المشاهد انكم تعرفون اللعبه هذه. ستيت اوف سرفايفل هي لعبه استراتيجيه عالميه مختصه بالزومبي، اختصاص زومبي. اللعبه من قوتها عدد الناس اللي حملوها فوق 60 مليون. تدري ايش معناه 60 مليون؟ يعني تقريبا كم عدد العالم؟ 60 مليون كم تساوي من العالم؟ الولايات المتحدة تحول 60 مليون جرعة، يعني 60 مليون جرعة لقاح. اللعبة اللي ميزها يا جماعة انها لعبة مجانية ومترجمة بالعربي بالكامل، يعني ما تتعب نفسك وتدور شرح، كل شيء واضح اول ما تحملها. اللعبة متعاونة مع المسلسل المشهور ذا ووكينج ديد، وفي بطل عربي مصمم خصيصا لنا احنا يا العرب، يعني قاعدة تضبطنا. اللعبة يا جماعة عبارة عن سرفايفل وفيها اكثر من نظام قتال، بي في بي، بي في اي، وكي في كي. وانت جالس اللعب تكتشف اشياء كثيرة، تقدر تجمع موارد، تبني لك حصون، تطور نفسك اكثر واكثر، وطبعا لازم تنضم الى تحالفات عشان تضبط وضعك وتضبط امورك وتعيش في هذه اللعبة. اللعبة واقعية يا جماعة بشكل كبير وفيها طريقة لعب غير عن باقي الالعاب، تقاتل زومبي وتحاول تعيش ضده بقدر المستطاع. وطبعا كالعادة اسكس في كل مكان يا جماعة، الكود راح يظهر لكم بالشاشة، دخلوه بنفس الطريقة هذه تشوفونها قدامكم، وراح اجيكم هدية من اللعبة يا جماعة، موارد تقدرون تضبطون فيها وضعكم في البداية. وايضا اذا حملت اللعبة عن طريق الرابط اللي موجود في الوصف، تذكر الرابط راح تدخل على سحب في كروت امازون تقدرون تستفيدون منها ويتواصلون معاكم اللعبة مباشرة عن طريق حسابك صندوق رسائل. ما بيطول عليكم اكثر من كذا يا جماعة، مشاهدة ممتعة لباقي المقطع، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وصلوا على نبينا محمد. طيب يا جماعة الخير قبل أي شيء في المقطع، لازم في المقطع هذا أني أستعين بشخص من أفضل الناس تسريبا وأخبارا بدون أي مجاملة وبدون أي تحيز، الفورتنايت، أحد أفضل الناس المسربة لأخبار فورتنايت والحصرية. ترسان يا مرحبتين ويا مسهلتين، حياك يا غالي. سيداتي وسادتي شلونكم، شخباركم عساكم بخير؟ أتوقع شكرا أحمد على استضافتي ويلا خلينا طيب نبلش. اليوم لازم نتكلم عن حاجة، موضوع مرة مهم. أدري يا جماعة الخير أن التقييم هذا له فترة، لكن اليوم نبي نتناقش عن موضوع فورت. أنا بالنسبة لي أحمد والله يا جماعة وكلمة حق أمامكم، أنا ما طفشت من اللعبة، لا أنا ما طفشت، أنا أستمتع فيها، لكن المشاهد اللي يلعب اللعبة يومياً مستحيل يستمتع. ليش؟ لأن كثرة التكرار يطفشك. ما أدري عنك أنت اللي قاعد طالعني كيف، لكن لازم تعرف أن هذا رأيي الشخصي، واكتبوا لي آراءكم تحت في الكومنتات، أنا راح أقرأ وراح أشوف ممكن عندكم وجهة نظر مختلفة. بالنسبة لك يا سلسان، إيش تشوف من وجهة نظرك؟ هل أنت باقي مستمتع في اللعبة؟ هل طفشت؟ شوف أنا طفشت، يعني تبي الصراحة الفترة الأخيرة قاعد ألعب روكيت والألعاب اللي تجي مجانية نفس فورتنايت، اللهم أن فيها مستوى تطور فيها. طيب هل أنت من النوع اللي يلعبها بشكل مستمر يوميا؟ انا العبها اي كنت العبها، يعني حتى الموسم هذا لعبت بدايته وحللته، مع ان كل الناس متمللين ويدورون العاب ثانيه، بس انا ما زلت العبها. ليش؟ لان ما ادري احبها، خلينا طيب نقول من اخر لعبه احبها. طيب حلو سرسان، بعيدا عن احنا قاعدين نصور مقطع الان وفي اعلان ان شاء الله ما تسحب عليه، في حاجه مهمه. ليش؟ قول. ليش الان الناس ما صارت زي اول تتقبل فورتنايت من ناحية مشاهدات في اليوتيوب، من ناحية حتى في البثوث، من ناحية لعب؟ بالنسبة لي أنا بالنسبة لي لو تسألني عن رأيي الشخصي، أنا أشوف أن أي شيء بالعالم يا جماعة الخير، أي شيء تكرره بشكل مستمر طبيعي بتمل منه. تقعد تاكل فراولة طول عمرك، فراولة حلوة بس تاكلها طول عمرك بتطفش منها، صح ولا؟ أتفق معاك. شوف المشكلة أساسا مو بالتكرار، بل أن تكرار المحتوى اللي قاعد يصير فورتنايت. يعني حاليا الفترة الأخيرة تشوف أنه قاعد ينزلون نفس الأسلحة ويشيلونها، يشيلونها. ولازم نعرف حاجة يا جماعة، ترى سالفة أن في ناس ممكن تقول تلتد دبل بومب ماني عارف ايش، لا والله مهما حصل لو يرجع في حاجة احنا مفتقدينها. فورتنايت يا سرسان أول ما بدأت بفكرة بنت لذينة، البناية وأنك تنزل بجزيرة، هذه ما في أي لعبة قبل سوتها، كسبت فيها جمهور مش طبيعي. صح صح، اساسا الاسلحه اللي كانوا ينزلونها ما كانت موجوده امبولس جرنيد، اول ما نزل كان شيء عجيب ما حد شافه قبل، وبعدين شفناها ضبغوها في ابيكس ليجندز، ما ادري العاب ثانيه، فيعني شيء كان خرافي، وما زال اتوقع ان يمديهم يسوون اشياء مجنونه، بس ما نزلوها للحين يمكن. طيب اللي بيسوي
نسويه الان يا جماعه الخير انه احنا جالسين نقيم المواسم راح نذكر كيف الموسم قاعد يرتفع او قاعد ينزل. يعني مثلا الموسم هذا خلص، الموسم اللي بعده هل فورتنايت قاعد ترتفع ام قاعد تطيح، وبنعرف ايش السبب اللي خلاها ترتفع او تطيح، وبنتناقش مع بعض وان شاء الله نطلع بحاجه حلوه تستمتعون فيها انتم كمشاهدين. وحتى لو كنت من الناس اللي سحبت على فورت ممكن المقطع هذا يرجعك على ذكريات قديمه. اسامي بالله طولنا، اتوقع نبدا الان بالموسم الاول لعبه فورتنايت. اول لعبت ولا ما لعبت شونك؟ سهبل، انا من اول الناس. اول ما نزلت انا اول اسبوع لعبته. لعبه مجانيه وما ادفع فيها ولا ريال وبتنزل بكل مكان، اتوقع اني ما بحملها. اول لعبه يا جماعه الخير تغنيني عن جميع الالعاب كود فيفا اللي كنت العبها سحبت عليها بعدها. اختلف معاك بالناحيه هذه، تدري ليش؟ لان بدايتها كانت خايسه جدا. يعني تخيل كنت تبني، على الشدران عمود الكهرباء، ما كان بدك تبني. انا معك صح، كلامك إيه؟ كلامك سليم، بس هل لو ان نرجع للزمن ما راح العبه، فشوف انه ما نقيم احسن شيء. شوف لو دخلنا على طول بالموسم الاول تحت تقييم عالي هذا بيعتبر ظلم لباقي المواسم، لكن انا اتكلم إيه؟ لك كفكره فورت مع الموسم الاول كانت حاجه جديده قاعدين نتأقلم عليها. انا بالنسبه لي اعطي الموسم الاول جيد جدا، في اشياء اقوى. اتفق معك جيد جدا، بسم الله الموسم الاول جيد جدا. طيب يا جماعه الموسم الثاني واول موسم يطلعون فيه فورتنايت بفكره الباتل باس، نزلوا حزمه يا سرسان كامله اللي هي حزمه البلاك نايت، واتوقع انك لحقت عليها. لا تقدر تقول لك ما لعبتها تبعين. لا انا وقتها كنت بطفر وبدات في اليوتيوب وما كان عندي شيء، فما شريت الباتل باس. ما شريت الباتل باس يعني ما انت من النادرين يا جماعه الخير. انا كنت من الناس اللي ما يدفع الالعاب، مستحيل ادفع بالالعاب ابدا. لكن نفسك كنت اوفر لكن يوم نزلت هذه اللعبه ويوم نزل الباتل باس الموسم الثاني والبلاك نايت والسكنات والرقصات، اشوف اخوي يسوونها كنت ابيها. واول مره ادفع واشتري كان الباتل باس الجزء الثاني. هنا كانت سلسانة اتوقع ان نزول تلتد اول ما وسعوا بالمدن، نزلت تلتد ونزلت بعد مدن ثانيه، توسع الماب اكثر، صار في اكثر من مكان تنزل فيه، بدات العالم تتوسع من ناحيه اللعب، من ناحيه بنايه، بدوا يسرعون نفس طريقه اللعب بفورتنايت. بدايه انتشار فورتنايت كانت ليش؟ لان اللعبه كانت طريقه جديده ومستوى بناء بلش الناس، يعني من كان مث اتوقع بلش يبني والناس بلشوا يتعلموا منه، والمشاركات كانت مثل الناس كانوا يتعلموا بعض. مثل كنا اذا شفناه ننهبل كيف يبني هذا الشخص. الان سلم لي عليه، سلم لي. طيب بالنسبه للموسم الثاني عشان ما نطول فيه، وش تشوف نعطيه؟ شوف انا ما راح اعطي ممتاز الممتاز. انا معك. التطور كان اي لا والله تصدق نعطيه ممتاز احسن. والله احسه كثير ممتاز. انا احس لو اعطيناه ممتاز ترى في مواسم جايه قويه مره. تدري شنو اعطى جيد جدا؟ ليش؟ لانه ما كان في قصه، صادق. وايضا ترى التطورات كانت بسيطه فيه، يعني ما اضافوا اشياء مره كثيره فيه. اعطيه جيد جدا. ما كان في اسلحه ولا اغراض جديده. ما كان في جيد جدا مناسب يا جماعه. شوفوا ادري في بعض يقول لا حرام عليك، صدقوني بتشوفون بعد شوي ايش اقول الكلام هذا. طيب الموسم الثالث اول ظهور البروفيسور اللي كنا اللي ما ادري من وين طلع اسمه بروفيسور. الموسم الثالث اللي نزل فيه الباتل باس الثاني وصار اللعب فيه اوسع، اضافوا مدن جديده، سنوبي، اضافوا ايضا ايش المدينه اللي تحت ذكرني باسمها، لاكي لاندنج. سنوبي، لاكي لاندنج. ايضا اللعب من ناحيه سرعه بنايه، من ناحيه دبل بومب، بدات العالم تتوسع اكثر وتفهم فيه اكثر، وبدا يطلع مفهوم الكلز العالي اللي طايحين فيه الاجانب قبلنا، عرفته؟ اي كان بعد دبل بومب اللي كان الناس يوصلون 30 كل مدرسه. الموسم هذا ما صارت فيه احداث كثيره اتوقع، لكن انا بالنسبه لي احمد من امتع المواسم بدون منازعه الموسم الثالث. انا اشوف اتفق واختلف معاك. يلا انا وقتها كنت اروح ليش؟ لان كل الناس دبل بومب. لا والله انا كنت مره مستمتع. انا بنسيب محطه ممتاز اللي استمتعت فيه مره يا جماعه وتعمقت في اللعبه اكثر. انا اقول انك تنزل شوي ممتاز وايد مرتفع. حرام حرام جيد جدا ما بقينا الاول من جيد. اسمع الموسم الاول حتى لازم ننزل جيد. ليش؟ لانه ما في احداث، ما في اشياء تخليك تستمر فيها. احنا الحين قاعد نقيمه على مشاعر. والله انك صادق، والله قاعدين نقيم على مشاعر، والله كلامك صادق. طيب تعديل بسيط، راح ينزل جيد الموسم الثاني، والموسم الثالث حق البروفيسور راح يكون جيد جدا، تمام؟ حلو اي كان في تحديثات. الان لا تكلمني، لا تكلمني الموسم الرابع اللي انطلق فيه الصاروخ. معلش معلش انا هنا اقول لك من افضل المواسم. شوف الموسم الرابع ليش انا احبه؟ لان اول موسم اجيب فيه 26 كلز،
كان اعلى كلز في بدايتي يا جماعه الخير. بس ما نزل مقطع، ما كانت عندي قناه. لا 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 عزيز مشاهد، ما كانت عندي قناه. كان موسم اسطوري نزلت فيه دستي، وكانت فيها هذيك اللي تاخذها من الارض وتسرعك، عرفت تخليك تنقز، الهوبروكس المدري الهوبروكس ما ادري المصطلحات هذه ما اعرفها، لكني كنت اذكرنا في دستي انها مسحت عن طريق النيزك. في نيزك نزل بالموسم هذا صح؟ اي نيزك طاح وفي اكثر من مكان، وحتى يب. طلع لنا ريسك كان اسمها ولا شنو، اوه ريسك المدينه اللي بالنص. صحيح صحيح. انا اشوف صراحه الموسم هذا حرام لو ما حطنا اسطوري. تكفى تقول لي مشاعر، هذا اسطوري تكفى. اتفق معك، ليش حتى الحدث كان اسطوري فيه، يستاهل اول اسطوري معانا سيزون 4 والله العظيم يستاهل. طيب الموسم الخامس، لا تقول لي هذا الموسم اللي كان فيه الايفنت حق الفراشه. لا الحدث هذا اللي طلع لنا المكعب فجاه وبلش يلف، وهذا المكعب ينطع وطلعت رموز معاه. كان حد بطيء يعني، ما كان يعتبر حدث اوكي اوكي كان حدث بطيء، لكن كلمه حق تراهم سوون له فعاليات يوم المكعب يتحرك. واتوقع هنا انضافت مدينه بارادايس ان ما خاب ظني. هل في هذا السيزون انضافت مدينه بارادايس؟ خلينا نتاكد. اي صح 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 ايوه السيزون الخامس. طيب اضافوا ليجي، اضافوا جنك جنكشن، اضافوا هاندد هيلز، اضافوا بارادايس. لا تقول الموسم هذا مو اسطوري، بس تصدق الخريطه كانت حلوه، الخريطه كانت ممتعه صح. اضافوا مدن كثيره فيها، اضافوا المكعب يوم نزل بارادايس في البدايه وجالس يتحرك على جهه فتال، وكانت في رموز بالارض، كنا قاعدين نقول احتمال المدينه تتدمر، احتمال ما ادري ايش. كانت في متعه تصير. انا اكثر منطقه حبيتها شفت شافس، يعني ما نزلت تنزل تحت الموت. طيب بعدين اطلع الموسم الخامس اعطيه موسم جيد جدا. لا لا لا, لا حرام عليك، حرام عليك، حرام. الحدث ما كان زين، والتغييرات ما كان فيها في الخريطه، والاشياء اللي نزلوها ما كان ذاك ممتاز. ممتاز ممتاز ممتاز، نعطيه ممتاز، نعطيه ممتاز، نعطيه ممتاز ممتاز. شو الموسم الخامس كان حدث ثانوس ولا الرابع؟ لا ثانوس كان بالرابع. الرابع اي عشان شيء يستاهل الاستوري. يب يب خلي الاستوري. اي الرابع الرابع صح، ثانوس كان بالرابع. اي بالضبط. اوكي اوكي. طيب عندنا الموسم السادس، موسم الديب اللي نزل فيه الولف ما ادري ايش اللي كان متحول. صدق اني ما اتذكر بالضبط ايش كانت فيها هذا الموسم. نزل المره الاولى شو اسمه سكلتون، نزل في الايتم شوف وايد ناس كانوا زعلانين لو تتذكر. تذكرت هذا اللي كان فيه المكعب داخل. صح صح صح. هذا الموسم اللي كان فيه واحد من اقوى الايفنتات اللي كان فيه فراشه تقدر تتحول عليها وتخش كذا بجو غريب وتخش بزوبعه وماني عارف ايش. اتوقع الموسم هذا يعتبر من افضل المواسم من ناحيه الايفنتات. كان الايفنت فيه معيشنا جو مره رهيب، ننزل من فوق على ننزل على المدينه والمدينه كامله تتغير، لوت ليك تتغير، يصير فيها زي الكوره او زي الاثار اللي صايره فيها متفجرات. ايوه صح والله الموسم امانه هذا كان ممتع من ناحيه اللعب. لكن لو قلنا من ناحيه احداث، هل تشوف احداثه كانت كويسه؟ من ناحية الأحداث كان جيد جدا، ودي هذا يكون بالموسم الجيد لأنه ما كان في تحديثات. هذا هذا لو بنعطي لو بأعطيه ممتاز، لو بأعطيه ممتاز بسبب حدث الفراشة اللي صار فيه، من ناحية الانيميشن اللي كنا قاعدين نشوفه، دخولنا الجو، المؤثرات والله ما أنساها اللحظة إلى الآن. كونك تشوف لعبة قاعد تلعب فيها كذا تتغير كأنها فيلم، من ناحية الجرافيكس نفسها، من ناحية المؤثرات، أنا أشوف أنه يستاهل ممتاز عشان الإضافة هذه. صح بالضبط. فنعطيه. واللي يعجبني اكثر شيء في الموسم كان في طيران. طيب. اللي تروح عند الجزيره هذه وتطير فوق. بالضبط. اللي الاحظه الان اللي الاحظه الى النقطه هذه، فرطتك قاعد تطلع على فوق، العالم قاعد تستمتع، اوكي؟ يعني الى الان احنا مستمتعين. خلينا نشوف متى بيصير الكسره اللي تبدا فيها فورتنايت، ها؟ نزولها واسبابها ايش؟ تمام؟ طيب الموسم السابع. هنا انا زعلت امانه. الموسم هذا اللي ما يتذكره يا جماعه اضافت فيها الطيارات وتحولت المدينه في البدايه الى ثلج، ايضا اضافوا احد اسوء الاشياء تحدك تذكرها يا سرسان. الطيارات. لا لا السيف. صح السيف فوق الجبل. السيف اضافوا السيف وفوق السيف حاطين لنا زومبي. ليش زومبي يا جماعه الخير؟ زعلنا اذكر كان يب كان في سيف وكان في زومبي. السادس نزله، الموسم السادس نزله كان في زومبي بعد. سادس؟ اي سادس كان في زومبي. لا انقهرنا بزومبي ورجعوا ثاني الموسم السابع. لا صدقني كان بالسابع. زومبي المكعب، زومبي المكعب. الا صح. اي بعدين زومبي ينزل جيد جدا، ينزل الى جيد جدا معاك. هذا بالنسبه لي الموسم السابع والله اعطيه جيد صراحه. الى مقبول بعد، مقبول اعطيه مقبول. الموسم هذا في بدايته كان عباره عن انه كان في سكن اللي هو ملك الثلج، نزل بايفنت غريب وتحول العالم كله الى ثلج. صحيح انه كانت في مدن جديده اضافت لو تذكرها، هابي هاملت، بولاربيك، القلعه الكبيره، فروستي فلايت اللي كانت فيها الطيارات، اشياء كثيره مره. بس بشكل عام ما كنت اشوف انه في اشياء ممتعه كناحيه لعب.
اشوف انه كان متوسط صراحه بالنسبه لي. خليني اقول لك، اول شيء الحدث كان بسيط صغير، بس حول لنا منطقه ثلجيه واضاف لنا زومبي، فكان يعتبر حدث سيء. هذا اول شيء نزل تقييمه. ثاني شيء الطيارات نزلت، اول شيء الناس حبوها، بس بعدين كرهوها لما كان بدك تدش المباني يطيح الناس تذبحهم دمج عالي. هذا الشيء ثالث شيء، وكان يطيرون فوق السما لين اخر زون، هذا شيء سيء. ابغى اتاكد، ابغى اتاكد من شغله تمام. شوف الشير، ابيك تقول لي هذا اي سيزون كان اللي كان فيه درام جن؟ الخامس صح؟ خامس اي الخامس. طيب ليش؟ لانه في منطقه الشسمه اللي هو هذا صحيح، اللي هو هذا صحيح، زين هذا هو. ايوه بسم الله. بدايه الخامس اسطوري. ابى اقول لك السبب. يا اخي مشاعرك يا حبيبي، مشاعرك على دم. اول 30 كنز في تاريخي يا جماعة بالموسم الخامس، بدايتي باليوتيوب في الموسم الخامس. لا تقول لي مو ممتع لو سمحت، هذا الموسم بالنسبة لي أسطوري أسطوري أسطوري. كان زين. شوف من إذا نبي من ناحية اللعب أوكي، بس ما كان في أحداث عشان كذا خلينا ممتاز. يلا نزلت ممتاز، نزلت. الموسم الثامن اللي أضافوا فيه البركان. أنا بالنسبة لي الموسم الثامن من يعني أحسن من الموسم الرابع بعد. تقول لي ليش؟ لأنه مو بس سالفة بركان، البركان كان يمديك تطير فيه، كان في نوافير مياه حول البركان كان يمديك تطير فيه، كان في زيبلاينات بالهبل في الخريطة من يمين ليسار تنتقل فيهم. أبرد عليك بنقطة واحدة اخلي رايي كله يتغير. قول. تذكروا معي اعزائي المشاهدين، تذكر معي سلسان الموسم الثامن، طعنا بالقلب ما انساها. قول لي وش طعنا، قولوا لي وش طعنا. ما اتذكر. يوم يطلع من البركان نيزك على جهه تلتد ويدمرها. شوف تبي الصراحه، وقت الناس كانوا يبون تلتد تنمسح. مين يبغى تلتد تنمسح؟ هذا وين انا اذبح؟ وايد ناس ما تتذكر موسم الرابع السواحات السادس السابع، الناس يقولون تنذبر تختلف تكسر المنوب. معليش اسمح لي، اللي ينجلدون بتلتد اعزائي المشاهدين. انا تبي الصراحه طالع الخريطه من كثر المناطق اللي نزلت، صار الناس ما صاروا ينزلون في تلتد اللي هي هذه. اوكي هذه موسم الثامن. اوكي كان فيها بركان بالنص، والبركان هذا بعد ما جاء بدك تخرب المدينه. نكون واقعيين، صايرين ضايفين لنا حاجه فوقنا كل شوي تتغير، ماني عارف وضعها بالضبط. فيها تشست جندري، الناس كانوا ينزلون. اوكي انا معاك صح انهم حطونا المدينه هنا اش حلوه اللي هي صني ستيب، وكانت في كور في المدينه اضافه حلوه في الموسم، الكور نستخدمها. لكن انا اشوف من وجهه نظري ان من بعد هذا الموسم بدت كذا فورتنايت تتلفلف يمين يسار، بدت ها ما ادري صراحه ليش، لانه فايف في وايد مناطق فكانوا يحتاجون يدمرون مناطق فاختاروا تلتد. بالضبط. واشوف يعني ان اختيار كان مو بمره يعني توفق يعني. من ناحيتنا نعطيه جيد جدا، ممكن كويسه بالنسبه لها الموسم الثامن. لا والله شوف عليك، تذكر الحدث اول مره حدث ندش داخل ونصوت على السلاح يطلع لنا؟ هذا الحدث كان في الموسم هذا؟ اي اللي طلعنا من بعد ما اخترنا درامجن. ودي احطه ممتاز لكن طعنا التلتد للحين بقلبي. جيد جدا. لا احطه يا اخي، تكفى حط اسطوري يا اخي. لا شوف انت تقول جيد جدا. اسمع انا اقول اسطوري انت تقول جيد جدا، خله ممتاز. يلا خيرها وسطها. يلا مو مشكله. انا الان جالس الاحظ ان فورت كانت طالعه ثم بدك تمشي على خط يعني ما الى الاعلى، مو نازل ولا مستوي، ما الى الاعلى يعني تقريبا. اوكي طيب التاسع لو نتذكره وش كان بالضبط؟ ايوه موسم جون ويك اللي نزل لنا، زين. واذا تتذكر كان عندنا نيو تلتد وميجا مول، وشنو بعد عندنا؟ شوف طيب الخريطه. ركز معي هنا تلتد تغيرت، بدينا ندخل في التطور. ميجا مول تغيرت، بدينا ندخل بالتطور، صارت في اشياء تسوي لك روتيشن في النص عباره عن هواء. تغير علينا اللعب بشكل كبير جدا. انا بالنسبه لي لو ناقشتني بقيت هوش معك. شنو رايك؟ ابيك تقنعني. شنو ما عجبك؟ ليش ما احط شوف. هذا سيء، اقنعني. شوف اول شيء الروتيشن كان زين، خلينا نقول انا اتفق معك انه كان موسم سيء من ناحيه انه شالوا البومب وخلوا الناس كلهم يتعودون على التغيرات كبيره. انا حطينا بتغيرات كبيره يا سلسان، اشياء كثيره كذا دخلت علينا، تغيرات مره كبيره. يعني بالموسم هذا خربوها حرفيا، يعني شالوا البومب نزلوا الكومبات وقال العب بالكومبات بس. ايوه كان مره شد زعل، كومبات يدمج من بعيد كانه اسولت، والبومب بعد صار زي اول ومسحوه فتره من الوقت. فانا اشوف الموسم هذا اللي هو التاسع صراحه سيء، يستاهله سيء الموسم التاسع. هذه وجهه نظرنا. أدري. بس لحظه ودي احط مقبول عشان الحدث اللي كانت فيه. وش حدثه؟ الروبوت والجسمه، روبوت والوحش. يستاهل مقبول على الحدث. والله الاحداث فورتنايت لي يا جماعه قاعده تعطيك جو مره رهيب. طيب نهايه الشابتر الاول والموسم الاخير. الفترة هذه من أسوأ فترات فورتنايت.
هذا اللي كان في الثقب، هذا اللي كان في الثقب. الثقب الموسم العاشر موسم اكس يوم دستي رجعت. يبو هذا الموسم اللي فيه دستي رجعت، وكانت فيه كان في ستيف نازل من فوق ومعاه اشياء من الماضي، وكل شوي يضيفون له حاجه من الماضي. كانت فيه اشياء حلوه صراحه، لكن سوونا في حركه الثقب. انا بالنسبه لي حركه الثقب اشوف انها صراحه صحنا علقت اعصابنا تجمدنا، لكن كنا داخلين جو غير طبيعي. تذكر يوم كنا نسوي بثوث ونتحرى فورتنايت بتنتهي فورتنايت ما بتنتهي، كنا متعلق. بس ما ادري صراحه هل هي عاطفه ام كانت متعه. هي اثنينهم اكيد عاطفه ومتعه في نفس اللحظه، لكن خلينا نمشي حبه حبه. اول شيء الروبوت نزل لنا، ينزل التقييم برايي، لكن الحدث كان اسطوري. لو تتذكر الصاروخ سبع صواريخ كانت يب. بتروح وتجي ونيزك اخر شيء طاح، كان رهيب الحدث. يعني تقييم من يعني 10 من 10 برايي. ليش؟ لانك كان غير الخريطه، من اهم الاشياء في الاحداث انه تغير الخريطه ولا مجريات القصه. طيب أوكي. طيب ايش رايك نحطه وين؟ جيد جيد جيد، خله على جيد، خله على جيد، لانهم ها لعبوا باعصابنا شوي. اوكي لعبوا أيوة. باعصابنا شوي. اوكي خلص الشابتر الاول بخير وشره. نزلت فورتنايت ان الثقب جاء الان، ووقفت فورتنايت 3 ايام وما ندري ايش بيصير. الا شوي نطلع سرسان بالشابتر الثاني الموسم الاول. تغير فورتنايت 180 درجة ونزلوا أغنيتهم جديدة، وصار ستيف نازل من الباص الإيفنت الحدث. ريح نفسك وخلاص، حطه سيء جدا خلاص من آخر الموسم هذا. طول 6 شهور، 6 شهور والله. الله يذكرك بالشهادة. هذا ما بحطه سيء بدون تحديد. لا 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 هذا ما بحطه سيء، لا هذا ما بحطه سيء. هذا أقول لك شنو حطه، هذا أقول لك وين تحطه. هذا تقفل من هذه الجهة ثم تروح على سطح المكتب تمسك شابتر 2 الدخله وين؟ بريسايكل. هذا زبالة زبالة زبالة، لا تناقشني. 6 شهور زبالة ما يستاهل. قطة قطة برا دليل. 6 شهور والله حرام اقسم بالله. والله احد اسوأ المواسم على مرة هنا. خلاص فورتت حرفيا ماتت على هاي مرة يا جماعة. ما عندك تسوي محتوى، هذه الزلة تعبتنا كصناع محتوى كلاعبين. ما في تحديثات قاعدة تصير لدرجة اني والله ما انسى كنت اتواصل مع حقين ايبي جيم. تكفون تكفون يرحم امكم، ما ابغى اوقف الكود قاعد يتصفق يقول تكفى ما في احد يستخدمني، ما حد يلعب فينا. هذه العتيرة هذه موجبتها. أتوقع أنكم بعد تتفقون معنا، ممكن بعضكم مختلف. وجهة نظرنا نشوف أنه سيء صراحة. طيب بعد ما خلص الموسم الشابتر الثاني، بداية الشابتر الثاني نزلنا بتوب سيكريت حقت إيش؟ حقت ذا شارك، حقت اللي كان فيها جرابلر سكار ميثك ماذا شادو يب اللي هو الوكالات. نزلوا البوسز دخلنا موضوع منظمات ايجنت وما ادري ويش دخلاء وما دخلاء، وانت كنت اخبر مني فيها. سكواد المجانين طلع هنا اكثر وبدينا نلعب فيها اكثر واكثر. اي 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 بدايه رهيبه كانت صراحه، كان حلو والله كان ممتع. انا اشوف ان هذا الموسم صراحه بالنسبه لي يستاهل تقييم حلو صراحه. ايش رايك؟ شوف 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 الموسم هذا براين اكل شيء يستاهل ممتاز. تقول لي ليش؟ لان اول شيء الاسلحه المثك كانت موجوده يب كيفها حلو مع جرابلر وحركات يعني للحين افضل مواسم كنا مستمتعين. لكن 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 الموسم هذا كان في حدث ترافيس سكوت، كان حدث رهيب. اوه صح صح يب يب كان مره رهيب، كانت اضافه مره حلوه من ناحيه الميش. والشيء الثاني والشيء الثاني كان في حدث ثاني حقت مايدس، حدث مايدس دلعونا صح يطلع من نص الخريطه. بالضبط أيوة. بالضبط دلعونا والله دلعونا، مع ان هذا أيوة. مع ان هذا الايفنت الحدث النهائي حقه كرش علي والله ما مداني احضره، لكن استمتعت فيه امانه استمتعت يب. فيه فانا بحطه بممتاز. شوف ممتاز انه يستاهل صراحه. الشابتر الثالث من الموسم الثاني صحيح؟ اللي بدأ بلش الموسم كله ماي، خريطة كلها متعبية ماي. أوه عرفت، هذا اللي كان كله موي يب يب تذكرت الآن. الموسم الثالث اللي كان عبارة عن بحر والخريطة تتغرق ويزلون فيه، يعني كان في البداية غريب شوي، ما كان مرة أشوفها ممتع صراحة من ناحية لعب. لا خليني أقول لك ليش. لأن أول شيء كان عندنا 5 شخصيات صاروا 3 أتوقع، بس القطوة وذا إيجنسي البنت اللي موجودة هذه يوم غرقت الخريطة صح. والأسلحة كانت خايسة، برص رايفل وشقشق وما أدري شنو. ما كان في جرابلر، ما كان في درام جن، ما كان في أسلحة رهيبة اللي بالضبط قبل. بالضبط بالضبط بالضبط. هنا بدينا يا جماعة نلاحظ حاجة. شفتوا الكلام اللي قاعدين نقوله؟ قاعدين نقول إنه ما كان في زي قبل أشياء نستمتع فيها. الإضافات اللي اختيرت في النقطة هذه من بعد الموسم الثاني، يوم خلص الشابتر الثاني الموسم الثاني وجانا الثالث بدت الاشياء تتغير علينا. الماب تغير، انظر ضربه غير طبيعيه، غرقت الدنيا، طلعت لنا اسلحه غريبه، شخصيات غريبه، فاشياء كثير صارت. ايش رايك سيء ولا مقبول؟ انا اشوف انه سيء صراحه، ما استمتعت. مقبول مقبول تبي الصراحه، لان ما اتوقع انه كان في حدث حتى، بس المستوى ما كان ينزل وبس الارضيات. والله اذا ما كان حتى في حدث ايش نخليه؟ نحطه سيء صراحه. قطة سيئة. يعني تقريبا نسخة الموسم اللي قبله اللهم إن أخيت. ياب بالضبط بالضبط. أوكي. إيه؟ طيب عندنا الشابتر الرابع الآن صحيح؟ خلينا نتذكر الشابتر الرابع إيش؟ أبطال خارقين.
اللي كان مهارات ميثك تروح دكتور دوم ايرون مان وبعدين حلف ذكرت الموسم هذا حق الابطال الخارقين والله انك صادق ايوه الموسم هذا حسك استمتعت فيه انت شخصيا انا وايد استمتعت فيه لانه كان عندي افكار اسطوريه اني اجمع مهارات الابطال الخارقين من ناحيه محتوى انا معك بس كلعب كان رهيب كس كلعب يا اخي تتكلم كلعب اشياء كثيره وضابط عليك انه في بوت تاخذ طاقته وتضرب ضربات قاضيه وهذا يضرب بيده ضربات وديد بول ما ادري اسمه هذاك ايرون مان ضربه مره ثانيه قاضيه ما استمتعت صراحه مره فيه ما اشوف انه كان ممتع للدرجه ها. اوكي لحظه انا اقول ان نخليه جيد احسن عشان الحدث لو وش حدث ان الحدث كان حدث جالكتوس اللي دشينه وكان في اغنيه وتحرك الباص يمين يسار وبعدين الباص يدش في فم ثانوس والله كان سيء والله كان سيء حرام عليك سيسان خلاص خلي مقبول والله ما كان بنفس اللي قبل صراحه مو بنفس اللي قبل يعني. الشابتر الخامس انا من زود اني ما من زود ما اني بيت فورتنايت الان بالنسبه لي كلعب ما استمتع فيها كاول يعني مقارنه باول استمتع اوكي بس مو زي اول ما اذكره والله ما اذكره مع انك قبل كم شهر بس ما اذكره هذا وشو بالضبط انا اقول لك ليش لان المواسم الاخيره الموسم الخامس بالتحديد الشيء الحلو فيه ان ما طولوها كل شهرين وبلش الموسم اللي بعده هذا اللي كنا نشتري اسلحه ذهب اللي نشتري اسلحه ذهب اوكي هذا الموسم اللي بدينا فيه نشتري اسلحه ذهب وبلت الاسلحه شوي تغير وصار في تطوير ابجريد وماني عارف ايش انا الان حاب اقول لك هذا الموسم من ناحيه لعب ما كان موسم ابدا يستاهل اني احط فيه وقت زي اول المحتوى صار متكرر شوف الان ركز لي على هذه النقاط المحتوى صار متكرر خلصنا كل شيء بفورتنايت نقدر ننزله الاضافات صارت متكرره الاسلحه القديمه صارت ترجع الاسلحه الكويسه صارت تروح المدن اللي نبغاها رجعوها لنا سلكونا تلتت سلكت لنا صارت ماني عارف ايش حتى مع الاضافات هذه يعني. مع ان المجتمع كان يطلبها كانوا يطلبون تلتت كانوا يطلبون بس ما كنا مستمتعين مره صراحه والله اشوف صراحه دف امه سيء والله ما ضايق صدري والله حتى ما تقريبا بعد الشابتر هذا اللي انت بعد الشابتر هذا اليوتوب سيكريت الشابتر الثاني اللي فيه ابطال خارقين عفوا جرابلر ومتك ومن عارف ايش بدينا نزهق بدينا نزهق هنا المستوى بلش يطيح بشكل كبير يعني بدينا نزهق صراحه غريب موضوع التكرار بدون تطوير هذا يطفشنا صراحه الموسم الاخير اللي هو السادس شابتر 2 الموسم السادس موسم الحين اللي قاعد نلعبه الحين ايه بالضبط وللحين ما انتهى عشان نقيم اذا في حدث بعدين في النهايه ولا لا على الوضع الحالي بالنسبه لي موقف لعب فيه ابدا المتابع طفش المشاهد طفش اليوتيوب نفسه ما صار فيه محتوى البثوث ما صار فيها محتوى لازم تطلع بفكره والافكار كلها متكرره وصارت فانا اشوف انه هنا رفعت يدي انا وكلت امري لله انه في شيء تسويه فورتنايت تغير تعدل العالم بتمل توجه الى العاب ثانيه صراحه اشياء كثير حاليا توجه فورتنايت بس في القصه يعني اذا تبي تفكر فيها والتحديات اللي قاعد تصير حتى الناس ما يسمون تحديات اللي ما يستمتعون في اللعبه فمن الاخر اللعبه هذه يعني ما في اسلحه مثك اسلحه المثك اللي قاعد ينزلونها كل اسبوع قاعد يغيرونها نفس الاسلحه اللي نزلتها بدايه الموسم واسلحه اللي نزلتها ما هي قويه عشان الناس يتعبون نفسهم عشان يجمعون عظام عشان يطورون اسلحتهم وغير هذا اساسا ما في لوت اللي الواحد ما قطب زباله صادق والله اللعبه حاليا في وضع والله صادق انا مره اتفق معاك من هذه الناحيه نحتاج اشياء نطلع فيها بمحتويات اكثر ممكن لو ضافوا لنا مثلا نوع بنايه جديد غيروا البنايه القديمه انه جدار درج ارضيه هرم ممكن يحطون مثلا دائره سهم ما ادري صراحه ما ادري بس اشياء نقدر فيها كيوتيوبر نصنع محتوى نقدر فيها كلاعبين نغير طريقه اللعب بشيء ممتع هذه بالنسبه لي لكن ما نقدر نجحد ان فور جالسه تغير جالسه تعدل جالسه تحاول من ناحيه الناس اللي شغالين في ايبك جيم او فورتنايت بشكل خاص جالسين يحاولون يا اخي الحين لو اسالك ولا اسال المتابعين يعني هل في فكره انت خطرت في بالك اذا فورتنايت سووها راح تصير اسطوريه نفس قبل يعني قبل كان ينزلون امبوز جرافيك اقول لك فكره قول. والله اتوقع بتغير من ناحيه اللعب والمتعه في اللعب لو صار بفورتنايت وان داخل الجيم تقدر تتكلم مع اللي ضدك تسمع وش يقول او ماي جاد يو تدري شنو ذكرتني بدايه الشابتر الاول موسم الاول إيه؟ انه كان في فريند شوت كان عندك دمج اصحابك ياب 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 والله راح تكون شيء رهيب لكن لو بتكون مره مجانين تخيل سكواد المجانين بدكم تدمجون بعض ولا تقدر تتكلم مع اللي ضدك تتفاهم مع السلقه يا سلقه ليه جايني يرحم امك تطلع من حياتي في مناقشات بس بيصير فيها ازعاج ترى اللاعب لا تدري شنو مشكلته انه راح يرفع تقييم اللعبه من 12 سنه الى 18 سنه نظام السوالف ليش لانه صح بعد كلامك منطقي إيه؟ ببجي موبايل مسوين الحركه هذه واغلب لاعبينها كبار عموما بالنسبه للموسم هذا صراحه انا اشوف انه سيء بالنسبه لي انا ما ادري اذا انت تتفق معي اتوقع انك ساحب صراحه اللعبه مثلي إيه؟ هذا كان تقييمنا يا جماعه اذا كان عندكم افكار اكتبوها تحت ممكن ترى واحد من الناس اللي شغاله
في ايبك جيم تشوف تقرا تاخذ فكره معينه ترفع فيها طلب. في النهايه طبعا هذه وجهه نظر شخصيه لنا احنا، ما زلنا نحب اللعبه هذه، نشكرها على اللي يقدمونها. ومستحيل نجحد التغير اللي سووه في مجال الجيمنج. فورتنايت كسرت ارقام قياسيه بالهبل في مجال الالعاب، من ناحيه بثوث، من ناحيه صناعه محتوى، من ناحيه يوتيوب، غيرت حياتنا. طلعت لنا صناع محتوى يعني بالضبط. ومنهم انا منهم صح صادق كثار مره طلعوا بسبب فورتنايت. فلعبه مستحيل نجحدها ابدا. ما زلت ليومكم هذا كاحمد احب اللعبه هذه، لكن اتمنى ان المشاهد نفسه يرجع يستمتع فيها، ونحاول مع بعض باذن الله انه ممكن في يوم من الايام تطلع حاجه وفكره معينه تغير روتين اللعب اليومي. ان شاء الله ان شاء الله. اتوقع الى هنا وصلنا لنهايه المقطع. سلسان اتمنى انكم استمتعتوا، شكرا سلسان على وش يسموه استضافه، مو استضافه، استضافه الخفيفه اللطيفه الجميله هذه، يعطيك الف عافيه. انا لازم اشكرك. ايوه سلسان هو نفسه. اتمنى انك استمتعت. اذا حاب تقول كلمه في الاخير. لا والله يعطيكم الف عافيه شباب. والله نتمنى ان فورت تتطور مع الوضع هذا، ونبي نسوي محتوى، نبي نطلع بافكار رهيبه. يعني حاليا كل الناس قاعد يشطحون في العاب ثانيه بالضبط. فنبي نتمنى ان فورت يوم من الايام ترجع لوضعها القديم اللي كل الناس يلعبونها، واللعب المعروفة مو بس برقصاتها بل ان بطريقة اللعب والاستمتاع انك تلعب مع اصحابك وتستمتع فيها. طيب الله يسعدكم يا جماعة، شكرا سلسان نورتني والله العظيم. وان شاء الله تشوفون اشياء خفيفة اللطيفة هذه. يا حبيبي انت، يا حبيبي لا تنسون كود A6B. لا 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 اصبر، مو كذا. شوف كيف تجيهم بالاسلوب. قلت على اساس ان نتبادل. يلا انا اقول لك كيف تجيهم بالاسلوب. شوفوا يا جماعة الخير، ركزوا معي، نهاية المقطع غالبا بتقفل بتروح تمسك جهازك بتلعب فورت. اذا لعبت لا تلعب اللعبة الا وانت متاكد ان في كود حاطه، سواء كودي انا وكود الاسطوره SSAN. يا جماعه الخير رابط قناته تحت. الله يسعدكم، صلوا على نبينا محمد في الختام، فمان الكريم. جيش السواحات نسعى خلف القمة، وأكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة أكثر نكبر. شونك إكس بوم معلم في ضحكتكم، يوز SXB أفضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري، أقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح أكمل بطريقي ما أشوف صفحة نهاية.